السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وشرح جديد. النهاردة هنتكلم عن تسميد الأشجار، إزاي هتسمد الشجرة اللي موجودة في بيتك أو موجودة في مزرعتك بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة أبدا. لو كانت الشجرة ضعيفة نموها، يعني ضعيف، لو كانت الشجرة مثلا الثمار بتاعها قليل، لو كانت الشجرة بتاعتك بتنزل العقد أو في وقت العقد بتنزل الأزهار بتاعتها، فتابع معانا الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله تعالى هنستفاد جميعا مع بعض من الفيديو ده. وقبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت الكل يشترك في القناة دعما لينا، وما تنساش اللايك الجميل لأنه بينشر الفيديو. ويلا بينا نشوف الشرح وإن شاء الله يعجب حضراتكم، يلا بينا. وزي ما احنا عارفين يا جماعة ان تسميد الاشجار بيبدأ من نهاية الصيف او بداية الشتاء الى شهر 3 او شهر 4. وزي ما انتم شايفين احنا معانا السباخ البلدي، سواء رواس الحيوانات، سواء الاغنام او الابقار او الكتكوت، ما فيش اي مشكلة، الطيور يعني بمعنى اصح. فمعانا برضو كيلو سوبر فوسفات، معانا كيلو ان بي كي، معانا برضو سلفات بوتاسيوم نص كيلو، ومعانا سلفات نشادر نص كيلو طبعا. ونستخدم الكبريت الزراعي طبعا علشان الاعفان، ممكن نحط نص كيلو او نحط ربع كيلو، ما فيش مشكله. طبعا دي الطريقه ان احنا بنبعد عن جذع الشجره زي ما انتم شايفين كده، مقدار 50 سنتي 60 سنتي، وبنبدا نحفر يا جماعه خندق كده. ممكن اهم حاجه نتعدى الجذور، يعني هتقابلنا الجذور نقطعها ما فيش مشكله وننزل. ما انا ممكن اعمل كمان على شكل دائري يعني حوالين الشجره، ولكن عشان ما اكلفش انا ممكن اعمل تقريبا متر. واحنا يا جماعه برضو بصوا، اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده نستخدم الاوراق بتاعه الاشجار القديمه، ودي حاجه مهمه جدا. يعني احنا حاجات من الطبيعه عندنا اللي هو زي ما انتم شايفين كده السباخ البلدي، احنا طبعا جايبين رواس الاغنام، وطبعا دي العناصر طبعا اللي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو. طبعا بنستخدم برضو الاوراق، بنضيفها مع نحط مثلا طبقه من السباخ البلدي، وبعدين نحط اوراق، وممكن نحط سباخ بلدي تاني او ما نحطش. بس انا طبعا هنا مقصر في الفيديو علشان وقت حضراتكم. زي ما انتم شايفين بنعمل الخندق بتاعنا بحيث ان هو يتعدى متر تقريبا من مش متر يعني على طول متر، او يتعدى جذور الاشجار، يتعدى الجذور تحت ما فيش مشكله. ابدا اقطع الجذور زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي قدامكم دي، وبعدين اضيف الاسمده بتاعتي بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. نبدأ طبعا نطلع الأسمدة، التراب اللي هو جوه نبدأ نطلعه بره. وزي ما انتم شايفين الجذور طبعا شلناها برضو، مفيش مشكلة ما يأثرش عليا. طبعا انا كده عملت الخندق وجهزته، ان انا أبدأ احطه زي ما انتم شايفين المسافة اللي هي من جذع الشجرة لبداية الخندق زي ما انتم شايفين كده، يعني 50 60 سنتي مفيش اي مشكلة. طبعا المسافة تقريبية، وجذور الأشجار زي ما انتم شايفين كده ما فيش مشكلة، مش هيأثر على الشجرة بتاعتي، بل بالعكس هتجدد جذور جديدة هتاخد من الأسمدة اللي احنا هنضيفها. وأنا ممكن أعملها بشكل زي ما قلت لكم دائري، وممكن أعملها حوالين الشجرة يعني عادي جدا، ولكن احنا بنعمل كده متر واحد بس علشان الأسمدة نبدأ نضيف زي ما انتم شايفين. ده طبعا السباخ البلدي، نبدأ نضيف طبقة من الأوراق، وممكن بعدها أضيف طبقة تانية من السباخ البلدي. ولكن احنا هنا طبعا ضفنا الأسمدة مباشرة زي ما انتم شايفين، ولكن انا لو أضفت سباخ بلدي تاني مفيش مشكلة حسب العمق اللي انت عامله. وزي ما انتم شايفين يا جماعه كده يعني خلاص ضفنا الاسمده. انا ممكن اضيف اوراق ثانيه عادي جدا، استفاد من الاوراق مع الوقت، الاوراق ديت بتتحلل وبتتحول لعناصر طبعا نيتروجين وغيره. طبعا يا جماعه الطريقه دي سهله وبسيطه وفعاله جدا، لان هي طبعا اهم حاجه فيها طبعا الري الكويس بعد ما انت بتغطي عليها بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بعد كده بنروي ري
غزير علشان الأسمدة دي تتحلل، ونحاول طبعا ان احنا نعمل مع كل الاشجار. انا زي ما قلت لكم ممكن اعملها بشكل دائري برضو حوالين الشجره، او المره دي مثلا انا نبدا نغطي زي ما انتم شايفين كده. فالمره دي انا طبعا سميت من الناحيه مثلا الغربيه، المره الجايه اسمد من الشرقيه والعكس، يعني كده زي ما انتم شايفين كده الارض جاهزه للري. ببدا وسميت الشجره بشكل جميل وبشكل سهل جدا وبدون تكليف، وكده بدأت أروي الشجرة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وأديها رية غزيرة. أحاول إن أنا أملأ الحوض أو أملأ الجورة بتاعتي علشان الشجرة أو الأسمدة تتحلل بشكل كويس. وبكده نوصل لنهاية الفيديو، يا رب يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.